بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الضوء الضوء يعني هذا كي يقعد يشعل ما فاهم ولا شنو تقصد؟ هذا ايه بداوا تعبين ايه لما تصير تعبين باهي نبدلوهم من تاني نبدلوهم باهي. شنو قلت لي على اللمبه هذيك تشعل تشعل؟ تشعل اللمبه هذي؟ تشعل اي تتحرك الماكينه تشعل يعني لاباس عليها تدفى فما حاجه في فما حاجه هو يكبتيها في الكبدات بتاعه ما هذه زي مرسال من تاني من قدام ما فهم شيء. بعد على الحديد. بعد على الحديد ما تشعلش. تشعلش. ايه. ما تدوم قدام ما فيها شيء. قدام ما فيها شيء. مثلي عنا كنا مرسال. كان كعبتينا مرسال نبدلهم نبدلهم. به. أنا هذه بيجو بارتنير فيها خرج طبعا في الديجنوستيك أنا وريته لكم في الفيديو الآخر خرج في الديجنوستيك كون اللي زي مرسال اللي زي ما تبدلوا وهم معظم نضيعين الزيت. تو باش نبدلوهم هاو هيكل معاكم تو باش نوريكم يعني سهلين ماهمش صعاب فما بنوه من فوق وبنوه من اللوطه نجم نحلو بالبنونة بالبنونة نجم نحلو مزود مع بعضهم يعني ماهوش مفتاح 24 هذاك نفس طبعا مفتاح منه ومفتاح منه 24 لان البنون مكرو مش بنون فيك مروان شنو تحب؟ بس نهبط شوي نشوف ترى نهبط ولا نطلع. لا هبط هبط. يس يس. يعني لازم قول نهبط الكهرباء شوي. هبط الكهرباء شوي باش نجم نحو المرسال بلاصه لان كانت مهزوزه بالكريك. هذا هي المرسير شوف فيه هو تو من هنا هذا سما هذا اليمين اللي صار سما باهي مش خايب انما اليمين هو اللي ضيع الزيت وطبعا هو استغير تغيروا الاثنين مع بعض جبنا تو جديد حوالي 70 دينار الكعبة 69 دينار شوية هذا جديد شوف فيه ديما يسالوني فيه الاولاد يعني اعطينا بالله السوم مع مختار على الاقل باش واحد ياخذ فكره هذا حوالي 70 دينار تونسي 69 دينار وشوي تاع
تو باش نرجعوه في نفس الشيء. عنده يعني جهه يركفي، عنده بوزيشن، عنده يعني ديما هذايا الكورديون اللي هو المحرف هذا يجي فوق وهذا يجي لطر، كان يركب مقلوب ما يخدمش. رد بالنا من الموضوع هذا، خذ هيك سهل هذا كما فكيناه نجم نركبوه سهل، ما في شيء يعني، حتى صاحب السياره وحده ينجم يغيره بسهوله تامه، بنوم فوق بنوم لا تغير. المشكله في المفاتيح برك، اذا كان عنده مفتاح 24 ينجم بسهوله هذه هي الجهة اللي صار ركبناها، تو باش نمشوا للجهة اليمين. تو بعد ما ركبنا الجهة اللي صار، تو باش نركبوا اليمين. نفس الشيء سهلة، هي فيها بنوم فوق وبنوم اللوطة، مش صعيبة يعني، كما اللي صار كما اليمين يعني. هذه أصعب. علاش خاطر ضيق شوية؟ نحل عجلة. الشكور يعني، لازم نحل عجلة الاحتياط هذه، باش توسع عليك شوية. فما ولاو